كل شيء خويا جاجي كيدايرين، نتمنوا من الله تكونوا بخير وجمعه مباركه ان شاء الله باذن الله. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والمغفره. اخوات كما كتشوفوا الموضوع ديال اليوم ان شاء الله باذن الله موضوع مهم وجد شيق ان شاء الله باذن الله غادي نتكلموا فيه، هو كيفاش تخلي الطير ديالك الله يبارك يكون في صحه جيده وفي ثقه تامه ان الطير يتصاحب معك ويعرف يتكلم معك ويعرف الطير اللغه اللي كيقول وتكون انت هو الصديق ديالو. اخوان كاينين ثلاثه شروط خاصكم ديرهم ان شاء الله باذن الله، ونتمنى من الاخوان الله ييسر لكل شيء والله ييسر للجميع. وكما كما كنقولوا الطيور بصفه عامه راه لما تصاحبتيش معاها ما تعطيكش، لما تصاحبتيش معاها ما تعطيكش. طير ديرو الصديق ديالك، ديرو اي حاجه، ديرو ملي تبغي تاكل حطو حداك، تمشي بغي ما تخرج للقهوه ولا هادي هزو حطو حداك حدا القهيوه، وان شاء الله كما كتقرب ليه حتى الطير كيكسب الثقه ديالو وكيقرب لك، فهمتي؟ كيقرب لك ان شاء الله باذن الله. اخوان كما ما نطولوش عليكم غادي نقول لكم هاد العوامل اللي غادي تمشيو بها. اول حاجه هو عامل النظافه الاخوان، النظافه هي كلشي، قد ما الطير تيكون عنده النظافه نقيه وتيكون القفص ديالو نقي قد ما هو كيرتاح وكي يخد الثقه ديالو في المربي ديالو. وبالنسبه للاخوان العامل الثاني هو الماكله الاخوان، الماكله الاخوان بالنسبه للماكله الاخوان ديما تخلي لي العيفه عامره الشريريبه ديالو ياك الاخوان. وبالنسبه لسميتو بالنسبه للماكله غديروا ليه الاخوان على الزوان والماء، ما ديروش هذيك الزريعه ديال الشوك، كنصح الاخوان يبعدوا منها. علاش؟ ما يعطوها لهم غير فتره تزاوج مني يكون كوبلي مع النشوه، عطيهم واحد شويه وما تقويهاش ليهم، حيتاش راه اخيب 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 ماده في هذيك الزريعه ديال الميلونج هو النيجر. راه النيجر هو اللي كيدير الاخوان هادشي كامل، كيضرب الكبده وكيضرب سميتو المصران وكيغوفلهم. ملي كتقطع عليهم ديك النيجر كيولي الطير غير منكري بهذا المفهوم هذا. كنحاول الاخوان كنبسط الشرح بالدارجه باش الاخوان كامل يوصل لهم الميساج ويعرفوا اش يديروا. النيجر الاخوان راه اخطر ماده في هذاك الميلونج، الا كنتي باغي تعطيهم الميلونج حيد ليهم النيجر، النيجر راه خطير، راه حيتاش الا مشى ولفوا لك الطير كيولي الطير يغوش، ما كيبقاش يفكر فشي حاجه اخرى او شي ماكله اخرى من غير داك النيجر. كتولي تحط ليه الزوان كيلوحو كيلوحو كامل ما كياكلوش، كيقلب على داك النيجر وكيبقى كيبقى 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 ما كيصيبش داك النيجر حتى كيولي هذا المصطلح دي. شو هذا المصطلح كنبغي ندخلهم ليكم باش الا عرفتوا الحريفيه داوين عليهم غتعرفوا فين كيميل هذا المصطلح. كيتسمى التسويف، التسويف هو ان داك الصدر ديالو كيرقاق ما كيبقاش ياكل وكيبقى غادي ورقاق حتى تيولي بحال اللام او ما يسمى بزيزوار، تيولي بحال الموس. هذاك هو التسويف، التسويف ديال الطيور. هذاك تيوصل ديك الدرجه صافي الطير تيولي منفوخ الله يستر وتيجيب الله الافات ما تيبقاش يتصوب. كما كنقول لكم الاخوان ننصحكم ديما بالزوان والماء، ولا كنتي باغي تهيجو شي حاجه اخرى دير ليه ديك حريقه، دير ليه فلفله حاره حتى هي مزيانه. وبالنسبه للاخوان اللي كيستعملوا الدويه راه كاينين ادويه في في المتناول وكاينين ادويه ممتازه اللي الانسان كيمشي بهم بشويه بشويه. بالنسبه للعامل هذا قلنا العامل ديال الماكله، غنجيو الاخوان العامل الثالث هو ان الطير خاصك تدوش ليه وتخليه حداك. ملي كتخليه حداك الاخوان ديك الساعه الطير كياخذ الثقه التامه في المربي ديالو. علاش؟ فديك اللحظه ملي كدوز ليه بالفابور او ما يسمى بالرشاشه كدوز ليه بالماء كتحط اخويا الطير حداك. علاش؟ اصلا الطير فديك اللحظه كيكون الجناح ديالو ساردين كيكون ثقال ما تيبقاش يحركهم، فديك اللحظه كتكسب الثقه ديالو بزاف بزاف بزاف. سيرتو الا درتي ليه واحد المعيلفه صغيره درتي فيه شويه الزيت اللوز وعطيتيه ليه شويه بشويه، عطيتيه شويه بشويه. اخوان كنصحكم
هاد النتيجه فعاله للطيور كامله. اي واحد كنتحدى اي واحد يقول لي راه اخويا عبد الله عندي شي طير كيخاف، اي واحد كنتحداه يدير هاد العمليه، وان شاء الله باذن الله يجيب الله النصيب. وكما كتشوفوا الاخوان انتم على ودكم، انتم شكر الله يبارك ما شاء الله، اي طيور في المستوى كنجيب انا الاخوان. اول دليل راه حداك قدر يتكلم كاع. اخوان كما كتشوفوا اللي شاف شي حاجه يقول الله يبارك ما شاء الله، باش ان شاء الله باذن الله هذه الوليعه تزيد لقدام. ونتمنوا من الاخوان ما تبخلوش علينا باللايك وبجيم وتفاعلوا معنا في القناه باش ديما يوصلكم ان شاء الله باذن الله الجديد. كان معكم خوكم عبد الله، ديما لفاده والاستفاده ان شاء الله باذن الله، وديما غادي نجيب لكم مواضيع ممتازه ومتناوله، وغادي نبسط ديما الصح باش الاخوان كاملين ان شاء الله باذن الله يعرفوا الميساج فين غادي ويعرفوا الهضره فين غاديه. لكن بعض الاخوان الله يهديهم خاص الانسان توصل لي المعلومه، وصلها لي بواحد الطريقه اللي متبسطه وسهله حتى هي باش تدخل ليه ويعرف. كاينين شي مصطلحات تيتقالوا كاين يقول لك ما عارفش انايا شنو هو هذا. ترى كاينين بعض الاخوان يلاه غادي مساكن في الحرفه في الولاعه، سمحوا لي على هذا المصطلح ديال الحرفه، بادين في الولاعه نتمنوا من الله الله يسخر ليهم. واي واحد كنقول لكم اي واحد باغي شي حاجه يتصل بيا مرحبا بيه على راسو العين، انا خلي النمره ديالي. واي واحد بغى شي حاجه مرحبا. وبالنسبه للقناه دخلوا تفاعلوا معها، راه عبد الحسون بالعربيه غطلع لكم التصويره ديالي. وان شاء الله باذن الله اي واحد باغي شي حاجه وشي موضوع عنده شي فرخ مرايه شي حاجه انا راه في الاشاره ديالو، نعطي اي حاجه ان شاء الله باذن الله على قدر المستطاع، وداكشي اللي عارفين غادي نوصلوه ان شاء الله للجميع. والله يسخر الاخوان. بالنسبه للتليفون ديالي 06 14 21 44 83، هادي راه فيها الواتساب، اللي باغي يدوي معايا في الخاص عنده شي حاجه مرحبا به. ونتمنوا من الله ينال الاعجاب ديالكم اي موضوع لهنا، والله يسخر لكم الاخوان. جمعه مباركه.